لما جيت حضرت برنامج هي رائدة كنت فاكرة ان هو بس عشان ازاي اعرف امانج البزنس بتاعي، بس بجد استفدت منه جدا جدا، طلع لي حاجات اكتر بكتير، ازاي اعمل تسعير للمنتج بتاعي، ازاي اقدمه، ازاي اعمله ماركتينج، طلع لي جوانب كتيرة جدا كلها مفيدة ليا وللبزنس بتاعي. الكورس فاق توقعاتي بكل صراحة، اكتسبت مهارة برزنتيشن، اقدر انا اقوم اعمل برزنتيشن احكي عنها والنقاط اللي لازم ركز عليها. ممكن يبقى عندنا افكار حلوة وبننسى نهتم بيها، بننشغل في الحياة، وده كان بالنسبة لي باين في عنوانه هي رائدة، بيفكرني دايما ان انا عندي حاجة زيادة اقدر اضيفها وحاجة اقدر افيد بيها غيري. كان في شيرنج اكسبيرينس عظيمة، وعجبني في النتورك ان احنا مختلفين سواء في الاماكن سواء في الخبرات المجالات. انت بتحاول دايما تدور على حاجة تطور بيها شغلك، من الاماكن تراستد المكان يكون مرتبط ببلدنا، وكان انا قريت ان هيتعمل وركشوب متميزه للتدريب ولتطوير الاعمال. انا بشجع كل حد عنده فكره سواء بنت او ولد، سواء سن صغير او سن كبير، It's never too late. بجد لو عندكم افكار حلوه وعايزين تشوفوها كبيره وموجوده وتفيد الناس زي ما فادتكم قبل كده، من فضلكم قدموا، خلي عندكم ثقه في نفسكم وخليكم واثقين ان في برامج بجد هايله زي هي رائده في تيك هتفضل وراكم وهتفضل في ظهركم علشان توصلوا لحلمكم وتشوفوا حاجه كبيره ان شاء الله.